حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. سيبقى تاريخ 25 من يناير تاريخا بالذاكرة المصرية والعربية والعالمية. واليوم ومع مرور 11 عاما على ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يعود هذا التاريخ مجددا حاملا معه أحداثا وتحولات سياسية كبيرة شهدتها البلاد طيلة هذه السنوات. ومع هذه التحولات يبقى السؤال القائم دائما عما إذا كانت الثورة قد فشلت في تحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي حملته الاحتجاجات التي عمت القاهرة وكثيرا من المحافظات وقتها، وما هي المكاسب التي حققتها، وأين ذهب رموز هذه الثورة اليوم؟ فيما يلي مشاهدينا نستعرض معكم أبرز الأحداث منذ ثورة 25 من يناير. ومعنا للحديث حول مستجدات هذه الذكرى بعد 11 عاما على قيامها، يسرنا أن يكون معنا بالنقاش والتحليل الأستاذ أحمد مولانا، الباحث في العلوم السياسية. أرحب بك معنا أستاذ أحمد. مرحبا بحضرتك أستاذ جهد. أستاذ أحمد، لو أردنا أن نتحدث عن أبرز يعني ما يميز الذكرى بعد 11 عاما من قيامها، لو أردنا تحديد أبرز المميزات خلال هذه الفترة، عن ماذا يمكن لنا أن نتحدث؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال ثورة يناير هي لم تكن مجرد حدث آني، إنما هو يعني كان نقطة مهمة في نضال المجتمع المصري والشعب المصري من أجل الوصول لصورة يستطيع أن يختار فيها من يحكمه وأن يحاسبه وأن يعبر عن رأيه بكل حرية دون التعرض إلى تضييق. في عدد من المنجزات، أنا معتبر أن رغم الإخفاقات اللاحقة إلا أن ثورة يناير ما زالت يعني تحقق هذه المنجزات. نمرة واحد، أنها أثبتت قدرة الشعب على الفعل والتغيير. يعني كان دائما ما يراهن أن الشعب المصري أنه يقيم في أرض منبسطة تتركز حول وادي النيل، وأن هناك حكومة مركزية قوية، وبالتالي أن فكرة الثورات والرغبة في التغيير يعني بعيدة عن خيارات المصريين. ولكن حقيقة حدث حراك متعدد المصريين عبر مراحل متنوعة في 1977، في 2006 و2008، ثم كان 2011 هو الصورة الأبرز التي أكدت على هذا المعنى. كذلك رفعت سقف طموحات الراغبين في التغيير. يعني قبل ذلك في عهد مبارك كان الناس يعني تتمنى أو يعني سقفها السماح بترخيص حزب سياسي، الفوز بعدد معين من الأعضاء في مجلس النواب. أما اليوم فهو الصراع على شكل منظومة الحكم المناسبة في مصر، وهذا الأمر يعني يتجاوز حتى الإسلاميين، يعني ليس خاصا بالإسلاميين فقط، إنما بالعديد من القوى الفاعلة في المجتمع والمكونات. إذن الميزة الرئيسية مصريا كانت هبة الناس خروجهم بهذا الشكل، الإطاحة بنظام يعني جثم على الحياة السياسية منذ أكثر من 30 عام في مصر. ماذا عن المميزات الأخرى أستاذ أحمد؟ يعني بسم الله،
طيب ما هي دي احنا بنتكلم في المنجزات التي يعني تحققت، ذكرت منها منجزين، وهناك يعني العديد من الامور الاخرى. وفي حقيقه يعني هناك نقطه مهمه، البعض يراهن نعم على ان قضيه الثوره يناير هي اصبحت قضيه ذكرى. انا في الحقيقه ارى لا، هي كانت نقطه في خط ممتد. هذا الخط يرتبط برغبه الناس في التغيير، وجود نظام يعبر عنهم. الثورات التي أحدثت تغيير على مستوى العالم لم تحدث في لحظة معينة في حدث معين، إنما مرت بمجموعة من المراحل ومن التجارب. وعادة ما كانت الجولة الأولى من الثورات تحدث فيها إخفاقات. حتى الثورة الفرنسية التي اندلعت في يعني نهاية القرن الثامن عشر لم تستقر سوى بعد 50 عام من اندلاعها، أخذت أشكال موجات، عاد الحكم الإمبراطوري مجددا. كذلك في مصر هناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متنوعة أدت إلى أوصلتنا إلى لحظة يناير. لحظة يناير هي تجميع لتراكم أحداث كبيرة قبلها. هذه الأسباب والدوافع ما زالت موجودة حاليا. نعم فالمعنى الأساسي والمنجز الحقيقي أنها أثبتت قدرة الناس على الفعل، أثبتت عدم يعني أهلية المنظومة العسكرية أن تحتكر الحكم وأن نعم تمنع حتى وإن طالت دخول المواطنين واستمرت إلى الحكم. لأكثر من 30 عام كما كان في عهد المخلوع حسني مبارك. هناك سؤال يطرحه كثيرون أستاذ أحمد، أين باتت رموز الثورة؟ من كان في مصر وخارج مصر وأحرار العالم يعني حفظوا أسماء كثيرة برزت وصدرتها ثورة يناير. السؤال اليوم، أين تلك الرموز؟ أنا أعتبر أن الرموز الكبرى اللي كانت مؤثرة وبرزت بعد مرحلة يعني سواء أثناء ثورة يناير أو عقب ثورة يناير بشكل مباشر، بطبيعة الحال النظام قام بإلقاء القبض عليها، نعم سواء يعني مثلا الأستاذ عصام سلطان، الشيخ حازم أبو إسماعيل وغيرهما، حسام أبو البخاري وغيرهما من الرموز التي برزت بشكل فاعل وجاد في الميدان. هؤلاء النظام ألقى القبض عليهم. هناك أيضا قطاعات أخرى أو بعض الشخصيات الأخرى التي كان لها دور في يناير، ولكن حدث تحالف بينها وبين النظام العسكري أو بين المؤسسة العسكرية في مرحلة من المراحل للقيام بانقلاب في 30 يونيو، وهؤلاء انحازوا إلى المنظومة العسكرية، بعضهم يعني تراجع لاحقا، ولكن دوره في الانقلاب هو جرده من حقيقة من دور أو مساهمته في ثورة يناير، لأنه لم يكن وفيا لفكرة التغيير أو فكرة الثورة، مثل مثلا دكتور محمد البرادعي نعم أو حمدين صباحي أو غيرهم ممن شاركوا في يناير، لكنهم دعموا ما حدث في 3 يوليو وفي مجازر الفض وغيرها. فحتى هم الآن يقومون بنوع من أنواع المعارضة يعني الهادئة اللطيفة، ولكن الشخصيات الثورية الحقيقية التي كانت يعني مضطردة في رغبتها في إحداث تغيير، هذه تعرضت لقدر كبير من التنكيل ومن البطش، بعضهم توفي في السجون. الأعداد الأكبر يعني تقديرات المنظمات الحقوقية تتكلم حتى الآن عن 60,000 معتقل، العديد منهم من عام 2013 داخل السجون. فبالتالي ده كان له دور في تكثيف المشهد من الشخصيات اللي كان ليها يعني رمزية ودور كبير في ثورة يناير وما بعد ثورة يناير. نعم، لو أردنا الحديث فيما يخص يعني السنوات التي تلت الانقلاب، هل نستطيع أن نتحدث عن أبرز المحطات التي تلت الانقلاب؟ وكان هناك لربما فوارق رئيسية يتذكرها المصريون، سواء على مستوى رموز ممن شاركت في 25 يناير وتعرضت للاعتقال أو الملاحقة أو الوفاة أو ما شابه ذلك، أم محطات لربما اعتقد فيها البعض أنه كان بالإمكان يعني عودة الحياة للشارع مرة أخرى، بالتالي كان البعض يعتقد أنه في هذه الحادثة أو تلك كان هناك إمكانية لإعادة إحياء الشارع مرة أخرى للقيام بثورة أخرى ضد الانقلاب. هل هناك محطات بارزة بعد الانقلاب يعني ثابتة بالذاكرة يمكن الحديث عنها أستاذ أحمد؟ هو طبعا يعني الوضع كان فيه تفصيلات عديدة. احنا عندنا مشهد في 30 يونيو، هذا المشهد كانت المؤسسة العسكرية نجحت بالتحالف مع العديد من القوى السياسية في المجتمع المصري في حشد قطاع من المجتمع كبير نزل شارك في هذه الأحداث، ولذلك تم تشكيل حكومة عقب الإطاحة بالدكتور مرسي كان فيها عدد من القوى
السياسية العلمانية كانت بهذه الحكومة برئاسة الدكتور حازم بلاوي، تم تعيين دكتور محمد البلدي نائب للرئيس. هذه المرحلة كانت مرحلة يعني شراكة بين المجلس العسكري والعديد من القوى السياسية، وكان في محاولة لحصر الرافضين ل 30 يونيو أو ل 3 يوليو في خانة أن هذه أقلية، وتصويرها يعني الوضع على هذا المشهد. كان في يعني قطاعات من الشعب تظاهرت، ظلت هذه القطاعات في الشارع يعني ربما إلى يناير 2016. كان هناك حراك في القاهرة وفي العديد من المحافظات رافض لهذا الانقلاب، ولكن من خلال عمليات القبض والاعتقال والتضييق وكذا تم بعد ذلك السيطرة على هذه الحالة الشعبية الرافضة للانقلاب. نعم في الحقيقة كان في بالطبع انقسام في الواقع المصري. لاحقا المؤسسة العسكرية انفردت بالمشهد وقامت بإقصاء القوى السياسية التي دعمتها، حتى يعني بعد ذلك تحديدا يعني من 2014 عندما تولى السيسي الرئاسة، أقصى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي كان فيه عدد من النواب في الحكومة الأولى تم إبعادهم، وأتي بعد ذلك بوزراء أغلبهم من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية أو تكنوقراط من الدولة، وتم إقصاء المكونات السياسية التي شاركت في حكومة البلبلاوي، وبدأ بعد ذلك التعامل بنمط يعني أكثر وضوحا وأكثر فجاجة في التعامل مع المشهد المصري، حتى أننا يعني نرى عندما جاءت انتخابات عام 2018 نعم عندما أراد سميع عنان الترشح أو غيره من المرشحين، مورست عليهم ضغوط، البعض منهم ألقي القبض عليه، وصار الوضع يعني أكثر وضوحا أن الأمر ليس حراك شعبي في 30 يونيو، إنما كان حراك تقوده المؤسسة العسكرية من أجل أن تعود للحكم مجددا وتنفرد به لاحقا. نعم طب أستاذ أحمد، يعني هناك من يسأل بعد 11 عاما على ثورة يعني 25 من يناير، لماذا حتى هذه اللحظة لم نشهد بعد الانقلاب تحديدا وبروز أنياب الانقلاب وسياسة الانقلاب ضد الجميع، لماذا لم نشهد حتى هذه اللحظة ولادة جبهة وطنية مصرية موحدة تقفز عن الإيديولوجيا وتقفز عن أي معوقات أخرى للتوحد في وجه الانقلاب؟ ما أسباب عدم المقدرة، مقدرة المعارضة المصرية على يعني التشكل من جديد ضمن جبهة وطنية قادرة على مواجهة الانقلاب؟ ده وجهة نظري بيقوم يعني لأمرين أساسيين. نمرة واحد، رصيد التجربة. نعم سبق تشكيل كيانات وطنية من أجل رفض التمديد لمبارك ومعارضة مبارك مثل حركة كفاية وغيرها، وعندما حدثت ثورة يناير ويعني أن الشعب أصبحت قدامه فرصة أن يختار من يحكمه، في العديد من القوى العلمانية انحازت إلى المؤسسة العسكرية ضد جبهة الإنقاذ، وما كانت محرضة على الانقلاب العسكري ثم داعمة له. لاحقا عندما قام الجيش بلفظ هذه القوى من المشهد ولم يعطيها أي مكتسبات بدأت تعارضه، فالآن يعني أي عاقل يقول بأن يتحد مع هذه القوى مجددا. يعني إحنا عندنا يعني لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فأنت إذا لدغت من أشخاص رأيت أنهم لا يتبنون بالفعل خيار الحريات وأن الشعب يختار من يحكمه، وأنه عندما خاضوا تجربة انحازوا فيها إلى الاستبداد في مقابل يعني رفض خيارات المصريين التي أتت نعم أحد أفراد مثلا جماعة الإخوان، فعند ما الضمان مستقبلا ألا يفعلوا ذلك مجددا؟ خلاص، والشخص يعني هذه التوجهات انكشفت، فالأرضية التي تقوم على فكرة العمل الوطني تحتاج شخصيات لها رصيد أخلاقي يمكن البناء عليه. هذه الأولى. الأمر الثاني، أنه داخليا في مصر هناك يعني حالة من التجديد والقبضة الأمنية القوية التي تعرقل انخراط الأجيال الشابة في العمل العام، يعني حتى روابط الأولتراس وغيرها تم تفكيكها، الخاصة بالكرة يعني تم تفكيكها وتصنيفها كجماعات إرهابية، فبالتالي هناك حالة تجريف للواقع السياسي بحيث لا ينتج رموز شبابية في الداخل، والرموز الشبابية ورموز العمل العام كي تبرز تحتاج مساحة تعمل فيها. زي يعني هضرب مثال بلاعيبة كرة القدم، نعم كيف يبرز ونعرف الجيد من الغير الجيد في ملعب الكرة؟
فعندما يكون هناك تأميم للعمل السياسي وتأميم للعمل العام، فبالتالي ده بيمنع تشكل وبروز رموز شبابية جديدة يكون لها يعني تكون سمعتها ورصيدها نعم، إذا جيد برأيك في أستاذ الأزمة أحمد السياسية. الطريق ما زالت طويلة لتوحد معارضي الانقلاب حتى رغم انكشاف سياساته التي طالت الجميع بغض النظر عن توجهاتهم يعني السياسية يعني انا وانتماءاتهم افرق بين الفكرية. معارضي الانقلاب وبين نعم التائبين من تأييد الانقلاب، يعني نعم افرق بين معارضي الانقلاب ومن ايدوا الانقلاب او ايدوا الفض. يعني من عارضوا الانقلاب بطبيعة الحال هناك أرضية تجمعهم، او نعم من عارضوا ما حدث من فكرة تأميم خيارات الشعب المصري لصالح مؤسسة بعينها او لا، بالطبع توجد أرضية يمكن البناء عليها. اما من كانت خياراتهم هي دعم الاستبداد ودعم الحكم العسكري ثم تركوا هذا الوضع عندما لم يحظوا بمكتسبات، هؤلاء هي يعني توجد مشكلة بالفعل في العمل المشترك معهم. نعم دعنا الآن نذهب معك أستاذ أحمد مولانا لأبرز من كتبوا في ذكرى 25 من يناير على مواقع التواصل الاجتماعي. أعود لك بعدها أستاذ أحمد إن كان لك تعليق على أبرز ما كتبوا. إذا نبدأ مشاهدينا في من كتب بهذا الإطار. معنا الدكتور صالح النعامي بعد 11 عاما على ثورة 25 من يناير، فإن إسرائيل الرسمية أقرت بأنها شاركت بعد تفجرها في مناشط يمكن أن تكون قد مهدت للانقلاب عليها في 3 يوليو 2013. فنتنياهو أقر قبل شهرين بأنه منذ 2011 التقى سرا بالسيسي الذي كان قائدا للمخابرات الحربية 6 مرات كلها في سيناء. إذا كان هذا حديث صالح النعامي. روعة أوجي كتبت: عشنا الكثير منذ 25 من يناير، أكثر مما يمكن للعقل البشري أن يستوعبه وللروح أن تستحمله، لكن مهما حاولوا دفن ما فعله الشباب ذلك اليوم بالعقاب العابر للحدود، سيبقى صوت الملايين وهو يهتف حرية يرن في نفوسنا لتنهض وتستحمل وتواصل نخر المنظومة إلى أن تسقطها، وهم يعرفون أنها ستسقط. أيضا نقرأ لمحمود جمال: بعد تنحي مبارك وتفويض المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، مضت قيادات المجلس قدما في تنفيذ مخططها المدروس لكي تمسك بزمام الأمور مرة أخرى، وفرقت بين رفقاء الميدان للانقضاض على ثورتهم والتخلص منهم واحدا تلو الآخر. كونوا كما كنتم في يناير لتصنعوا الأمجاد وتوحدوا وتذكروا شهداء يناير. أيضا حسام الغمري كتب: ضباط الشرطة لا سيما قطاع الأمن الوطني اعتبروا ثورة يناير هزيمة شخصية ولم يشعروا بالارتياح إلا بعدما انتقموا من كل من يمثلها. ولدى سؤال حائر، ومنهم أصدقاء اعتزوا بذكرياتي معهم: هل تشعرون بالفخر الآن وقد أخضعتم الشعب لهذه الأجندة التي باتت غير مخفية؟ تشعرون بمصريتكم؟ والحديث لحسام الغمري. إذا أيضا عاصم محمد: صباح الخير، اليوم الذكرى 11 لأعظم حدث في تاريخ مصر، ثورة 25 من يناير. حتى وإن لم تحقق أهدافها ستظل هي أعظم حدث. إذا كانت هذه بعضا ممن كتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي. أعود لك مرة أخرى أستاذ أحمد إن كان لك تعليق على من كتبوا بذكرى 25 من يناير. يعني هي بالطبع انا اعتبر ان الرساله الاساسيه الحاضره يعني ضمن هذه التغريدات والتعليقات هي ان الثوره الدافع لها لم ينتهي بعد، وانها نعم انما كانت خطوه على طريق ينشد فيه التغيير، وان يعني يصل الشعب لمرحله يستطيع فيها ان يختار المنظومه الانسب له ولا يفرض عليه من يحكمه بالقوه. الرسالة الأساسية التي يعني كانت في ثورة يناير أن نظام مبارك يعني لم يعد لديه ما يقدمه للجماهير
سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا، فبالتالي خرجت هذه الجماهير ضده. هذه الاسباب ما زالت موجوده، وهذه الدوافع للثوره ما زالت يعني تزداد. ربما القبضه الامنيه القويه اللي هي تعرقل هذا الامر، ربما عدم وجود وضوح للبديل في حاله حدوث حراك في الشارع ضد الوضع الحالي تؤخر الناس في الحركه. ولكن يعني احنا عندنا شكلين، اما ان تكون المنظومه الحاكمه تلبي احتياجات الناس والناس يشعرون تجاهها بالرضا، فبالحاله دي هيكون الوضع مستقر، او ان الوضع لا، ان المنظومه بتحتكر السلطه، تصدر القرارات دون مراجعه للناس، تطحن المواطن اقتصاديا واجتماعيا، فبالتالي ده بيراكم عوامل ودوافع الغضب تجاه هذا الامر. وفي هذه المرحله عندما يحدث حراك مجددا سيستفيد من التجربه والارث الذي تكون في نعم يناير 2011 وما نعم بعدها. بالحديث لا يمكن عن اعتبار أي هذه حراك المرحله انتهت. جديد نعم بالحديث عن أي حراك جديد أستاذ أحمد، هناك من يطرح سؤال هو منطقي وبحاجة إلى إجابة منطقية. هل تعب المصريون بعد ثورة 25 من يناير وبعد آلية الفض الوحشية التي أريد منها إيصال رسائل لكل من يفكر بالخروج بعد ذلك؟ هل تعب المصريون فعلا، بالتالي يحتاجون إلى فترة راحة قد تطول لربما، بالتالي حتى نتحدث عن انبعاث جديد للشعب المصري؟ يعني هم الحركة، الجيل الذي قام بثورة يناير تعرض للإنهاك بطبيعة الحال، اعتقالات وتضييق ومطاردة، ولكن الأجيال التالية هي تختلف عن هذا الجيل، لم تتعرض إلى تجربة القمع في 2013، وظني أنها ستستفيد من التجربة التي خاضها الجيل السابق لها. إحنا النهاردة مصر فوق 100 مليون إنسان، 70% منهم تحت 30 سنة، اغلب من شاركوا في يناير يعني اللي كان عنده 20 سنه في يناير 2011 النهارده عنده 31 سنه. نعم انما من هم تحت ال 30 هي الشريحه الاكبر في المجتمع المصري، وهذه الشريحه هي التي يراهن عليها في يعني انها ستطالب بحقوقها. طال الوقت ام قصر، انا شايف ان الضغط الامني والقرارات المتتاليه الاقتصاديه والاجتماعيه هي بتراكم عوامل الاحتقان داخل المجتمع، وهتوصل عند مرحله معينه يرى الناس وقتها أن تكلفة الصمت أعلى من تكلفة المطالبة بالحقوق. ورأينا نعم نماذج من ذلك في سبتمبر 2019 وقت دعوة المقاوم محمد علي، ثم بعد ذلك في سبتمبر 2020 اعتراضا على قانون التصالح على المباني، ثم قانون التسجيل على الشهر العقاري، هو ما دفع النظام آنذاك للتراجع بإعطاء مهلة مطولة لتطبيق قانون التصالح على المباني وتأجيل قانون تسجيل الشهر العقاري لمدة سنتين، ربما في أول تراجع له من عام 2013. نعم فهذا كان مؤشر أن هناك أن حالة الاحتقان بدأت تتحول إلى حراك عندما يزداد الضغط. فالمعادلة يعني يمكن القول، أو المشهد يمكن القول أنه استقرار، ولكنه استقرار هش نعم للمنظومة الحالية. هل نستطيع أن نقول بأن النظام تجاوز منذ سنوات عقدة الانقلاب أستاذ أحمد؟ يعني حتى نكون موضوعيين في النقاش، هل تجاوز النظام السيسي الانقلابي عقدة الانقلاب وأصبح يتعامل بحيوية سياسية طبيعية مع الإقليم أو مع المجتمع الدولي؟ بالتالي يعني أصبحنا نتحدث عن تحديات أكبر لربما في وصمه ووصفه بالانقلاب، حتى يعني يجري عملية استنزاف لربما له. هو ابتداء عندما حدث ما حدث في 2013، هذا حظي يعني بتأييد إقليمي ودعم ضمني دولي، لم تقم الدول الغربية أو الدول الكبرى بإجراءات مثلا عقابية ضد النظام المصري، بل كان هناك ترحيب بما حدث وتعامل معه لأنه وضع طبيعي. فبالتالي فكرة أن النظام في البداية يعني كان يتعرض للنبذ أو الإقصاء، ظني أن هذا يعني ربما توصيف قام به بعض المعارضين، ولكنه كان توصيف غير حقيقي نعم وغير صحيح. الحقيقة أن النظام من البداية هو يعني يتعامل ضمن المنظومة الدولية والإقليمية كان يحظى بتأييد، ولكن ما زال إلى اليوم شبح ما حدث في 2011، يعني يطارد رئيس النظام. لسه نعم مؤخرا من بضعة أسابيع كان يتحدث وتكلم عن 2011، وأنه دائما ما يقول أن ما حدث في 2011 لن يعود مجددا، ويحذر من تكرار ما حدث في 2011.
فهذا دليل أنه ما زال هذا الهاجس يسكنه، يعني إن لم يكن حاضرا لديه أو أنه تجاوزه مفترض ألا يشير إليه وألا يتحدث عنه، ولكن نعم بين الحين والأخرى يتحدث عن 2011 وما حدث فيها ويحذر من تكرار هذا الأمر، فبالتالي هو يدرك أنها لم تكن فورة وانتهت، إنما كانت رسالة ورسالة قوية. والأمر في الحقيقة لا يختص بمصر فقط، إحنا المحيط الإقليمي كله في الدول العربية، المنظومة التي تأسست في الحقيقة ما بعد الحرب العالمية الثانية في بلادنا والتي كانت تعتمد على فكرة الحكم العسكري، هذه المنظومة لم يعد لديها ما تقدمه للشعوب، لذلك هي بتتعرض لأزمة وبتتعرض لضغوط. والحراك حاليا الشعبي لم يكن مثلا مقتصرا على مصر، إنما كان في تونس، في مصر، في سوريا، في اليمن، لاحقا في العراق، في نعم السودان، أحيانا في لبنان. فهناك حالة في المنطقة العربية أن الأنظمة الموجودة التي تشكلت منذ قرابة 70 سنة أو 60 سنة في المنطقة، هذه الأنظمة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الجماهير، ولم تعد الجماهير ترى فيها أنها منظومة شرعية تعبر عنها، فبالتالي حالة الاحتكاك الموجودة هي بتتفاقم ولا تتراجع، وإن خفتت في مكان تبرز في مكان آخر ثم تعود للمكان الأول لاحقا. فأنا ظني أن الموجة التي انطلقت بداية من ديسمبر 2010 في تونس ثم تمددت في نعم 2011 هي لم تنتهي إلى الآن، رأينا في 2019 2020 في الجزائر وفي السودان وفي العراق حراك شعبي كبير، وظني نعم أنها ستتواصل وتمتد حتى يتغير هذا الوضع إلى الأفضل بما يلبي يعني احتياجات الجماهير. نعم أشكر وجودك معنا أستاذ أحمد مولانا الباحث في العلوم السياسية ضمن هذا الجزء الأول من برنامج المشهد مشاهدينا والذي عالجنا فيه ذكرى 25 من ثورة يناير. الحديث مستمر معكم مشاهدينا حول هذه الذكرى لكن نذهب إلى فاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، متواصلون معكم ضمن الجزء الثاني من برنامج المشهد وحديثنا فيه حول الذكرى 25 لثورة يناير المصرية والتي مضى عليها 11 عاما. نذهب إلى هذا التقرير مشاهدينا، نبدأ بعده الحوار. 11 عاما مرت على ثورة يناير في مصر والتي توجت بإسقاط رأس النظام آنذاك محمد حسني مبارك، إلا أن البلاد دخلت في معركة جديدة ضد ثورة مضادة حركتها جهات في الداخل والخارج، إلى أن انتهت بانقلاب الجيش على أول رئيس منتخب في مصر. 11 عاما مرت ومصر اليوم تعيش ذكريات ميدان التحرير وذكريات الشعب الثائر في وجه حكامه، في حين تكتم القبضة الأمنية البوليسية أفواه الكثير منهم لا اعتراض ولا انتقاد ولا المعارضة للحاكم ونظامه. أجواء من الخوف وأخرى من القمع والانتقام ضد كل من عارض وثار يوما ما جعل العديد من المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية توجه انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم اليوم بسبب التضييق الكبير على حرية التعبير سياسيا وإعلاميا وبسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد وملاحقة المنتمين لتيارات سياسية معارضة في الداخل والخارج. في مصر يحاول نظام السيسي إظهار إنجازاته في وسائل الإعلام بكل حرفية وإتقان وإبهار بصري، بينما يظهر الوجه الآخر لأعماق مصر تائها بين مشاكل معيشية وحقوقية، فمن ارتفاع الأسعار وتضاعفها بين فترة وأخرى إلى ارتفاع حالات الفقر والبطالة إلى أوضاع المعتقلين السياسيين إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد إلى تضاعف الدين الخارجي، كلها عوامل ظاهرة للعيان، إلا أن النظام الحالي يتجاهلها ويتجاوزها نحو تصدير إنجازات يراها أولى وأهم، محاولا في كل مناسبة وصف ثورة يناير بالمؤامرة والخدعة وبالسبب في الأزمات التي تعيشها البلاد حاليا. بعد 11 عاما تبدو مصر أبعد من أن تستعيد حسها الثوري الشعبي في مواجهة الانتهاكات الحقوقية والفشل السياسي والاقتصادي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقة
الأستاذ خيري عمر الباحث في دراسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا أستاذ خيري. أهلا وسهلا. بداية، كيف تقيم جهد معارضي الانقلاب في ديمومة شرح جرائم الانقلاب والتواصل مع المنظمات الدولية والحديث عن أن ما جرى هو انقلاب على يعني الصندوق وتنكر لإرادة الشعب المصري منذ الانقلاب في العام 2013 حتى هذا اليوم الذي نتحدث فيه في ذكرى يناير؟ كيف تقيم المساعي والجهود والنشاط في هذا الإطار؟ يعني إذا أردنا أن نقيم أداء المعارضة أو التي كانت السلطة في يوم ما في سنة سابقة، لابد أن نطرح سؤالا مهما، وهو ما يتعلق بكيف نظرت النخبة المصرية والمجموعات السياسية المصرية إلى أحداث يناير وكيف صارت بها بعد ذلك. يعني على أي حال، ما يحسب الإنجازات ل 25 يناير هو أنها قطعت ملف التوريث، وأنه لا يمكن توريث السلطة في مصر بغض النظر عن طريقة انتقالها. نعم، على أي حال، كان موضوع التوريث أعتقد كان عقبة كبيرة في أن تكون هناك توارث للحكم. الخطوة التالية أو الانتقاء أو التقييم التالي هو أنه من شاركوا في ثورة أو قادوا ثورة 25 يناير لم يدركوا الخطوة التالية التي يمكن اتخاذها وكيف يسيرون فيما بعد ذلك. فبعد 11 فبراير ظهرت الاختلافات كثيرة حول كيف يكون المسار السياسي، هل الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وأن هذه الاختلافات تحولت إلى خلافات وانقسامات واستقطابات على مدى العامين حتى منتصف عام 2013. وبالتالي هنا هذه الأرضية يمكن أن تفسر ماذا حدث بعد ذلك وكيف يمكن التقييم السياسي أو التقييم الاقتصادي حتى للفترة التالية لعام 2013 في مصر. القضية الأساسية هنا هو أنه أن من شاركوا في الثورة لم يستثمروا ما حدث في 18 يوم من تلاقي وتوحد وتفاهم على كثير من الأمور، لم يستثمروا هذا في تطوير خطاب مشترك فيما بينهم أو نعم. حتى تراض على ما يمكن أن يكون مسارا مشتركا فيما بين الأطراف المختلفة. يعني حتى كانت هناك محاولات كثيرة في تلك الفترة لكنها لم تأخذ شوطها إلى النهاية. يعني على سبيل المثال، يعني كان هناك على مستوى الإخوان المسلمين، كان هناك لقاء لفضيلة المرشد العام مع وائل الإبراشي في فبراير عام 2012 نعم يجزم فيه بوضوح بأنهم لن يشاركوا في الانتخاب، لن يرشحوا أحدا للرئاسة، وعدد كثير من الأسباب. لكنه بعد ما يقل عن شهر تغير هذا الكلام تماما. فبالتالي هنا نحن من المهم أن نفهم كيف تصرفت كل الأطراف المختلفة نعم في مصر، نعم. بحيث هل لو ذهبنا إلى السؤال، يعني المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم أستاذ خيري، هل ما زالت أبوابها مفتوحة كما السابق، كما أيام الانقلاب الأولى والشهور الأولى بعد الانقلاب أمام معارضي الانقلاب في شرح جرائم الانقلاب وتقديم الأدلة والبيانات والشهود والفيديوهات وما إلى ذلك؟ هل ما زالت الأبواب مفتوحة لدى هذه المنظمات، أم أن يعني المسألة اختلفت وأصبح ينظر لنظام الانقلاب على أنه يعني نظام سياسي عادي قبل من قبل المجتمع الدولي، بالتالي أصبح الحديث عن الانقلاب مجرد ذكرى؟ إذا ما أردنا تقييم منظمات حقوق الإنسان الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، هي لا يمكن فصلها عن السياسة الدولية، باعتبار أن ما تقوم به هو امتداد للسياسة الخارجية للدول الكبرى، وأنه لا تخرج عن هذا النطاق. يعني هذا يمكن ملاحظته حتى من فترة مبارك، في أن القضايا التي تتناولها هي
تكون بمجرد يعني مجرد تغطية لعجز السياسة الخارجية أو لتجنب السياسة الخارجية للولايات المتحدة وغيرها لتناول هذه القضايا. ما حدث هو يمكن اعتباره مؤشرا هو أن الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان لا يعد عملا سياسيا ولم ينجز شيئا في التعامل مع مصر على مدى وقت طويل. يعني حتى كان آخرها مثلا بيان 31 دولة في مجلس الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نعم في العام الماضي، بمطالبة بالإفراج عن 16 شخصا فقط، فيما أن المعتقلين يعني يدور عددهم حوالي بين من 15 ل 20 ألفا. فبالتالي هنا القضية أن منظمات حقوق الإنسان أصلا هي مسيسة، وأعتقد أن فكرة نعم الاستعانة بها ليست نعم عملا رشيدا أو يمكن لو الاعتماد ذهبنا عليه. إلى الدول، هناك دول تفهمت أن ما جرى في مصر هو انقلاب، ووصمت ذلك بصورة رئيسية بأنه انقلاب وطالبت بالرجوع عنه. يعني إن أردنا أن نتحدث عن تلك الدول التي تفهمت أن ما من هذه جرى هو الدول؟ انقلاب عسكري، سواء تركيا أو مثلا قطر من خلال موضوع الإعلام أو غيرها من الدول، إلى أي مدى اليوم العلاقات السياسية بين الدول والمصالح السياسية بين الدول يعني أيضا ساهمت في يعني طول المسافة بالنسبة للمعارضة المصرية بتوصيف ما جرى بأنه انقلاب؟ هو حقيقة يعني إذا ما درسنا المعارضة المصرية لا يمكن الوقوف عند شكل معين لأدائها، نعم بالعكس أنها يعني منذ 2015 وهي في حالة تراجع، وأن هذا التراجع على المستوى التنظيمي وحتى على مستوى اتصالاتها الدولية، وحتى أنها لم تستطع إيجاد علاقة تنسيق مع الدول التي تقيم على أراضيها سواء في تركيا أو قطر أو وإلى حد ما بريطانيا. فبالتالي نحن هنا أمام أن التوجه السياسي أو القدرات السياسية للمعارضة لم تعد قائمة. وإذا كان هناك حديث في قطر وتركيا على أنه كان انقلابا، فإن المسألة الدستورية في مصر هي تغيرت منذ تعديل الدستور نعم في 2014، وأنه تم إجراء دورتين بالانتخابات، وبالتالي هنا لم تعد أمام الدول التي حتى تتمت يعني لها علاقات متوترة مع مصر أن تستمر في هذا التوتر، وهذا لا يحقق نعم مصلحتها، لو وخصوصا أردنا الحديث بما تبقى من دقائق لهذه الحلقة أستاذ خيري عن الأولويات الرئيسية التي يتعين لرافضي الانقلاب على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم العمل عليها اليوم. ما أبرز الأولويات التي تعتقد بأنها كفيلة بعودة الحياة الديمقراطية بصورة سليمة إلى مصر؟ أعتقد الأولوية الأولى هي إعادة قراءة ما يحدث في مصر، وهل هو يعني نزاع إزاحات متبادلة أو أنه لابد من تحطيم النظام كحل وحيد، أم أنه يمكن تلامس فرص الحوار أو فرص إمكانية الإدارة نقاش حول ما يمكن التفاهم عليه. يعني باعتبار أن لدي يعني خلفية في هذا، في أن ما حدث ما مسألة المعتقلين وغيرها هي مسألة يعني أزمة سياسية بالأساس، وإذا نعم حلت هذه الأزمة يمكن تسوية ملف المعتقلين يعني بكل سهولة. لكن المشكلة هنا أن هناك من المعارضة في الخارج هي يعني معارضة يعني أقصد يعني هي يعني تزايد كثيرا على الداخل أو على أقسامها في الداخل بأنها سوف تكون تؤدي لإسقاط الحكومة، لإسقاط الانقلاب، وتتبنى شعارات كبيرة دون أن يكون لها قدرة مناسبة أو قدرة يعني ظاهرة. يعني كل حتى انقسامات جماعة الإخوان المسلمين ذهبت إلى أن تكون 8 أقسام، والمعارضات الأخرى هي أيضا هي أجزاء صغيرة لا يمكن الاعتماد عليها في عمل سياسي. وبالتالي هنا البحث عن أولوية النقاش أو الحوار أو القبول بالنظام القائم، مسألة الاعتراف، أعتقد فكرة الاعتراف المواطن بالحكومة أو الاعتراف المواطن بالدولة، أعتقد يعني المسألة دي ترجع فقط في العلاقات الدولية. على أي حال لابد من تفكير بنمط مختلف، أو بحيث أن تكون حدة العلاقة بين الأطراف المختلفة أقل ما يمكن، أو يمكن فتح كثير من الملفات للنقاش وتسويتها بأي صورة لا تحقق خسائر. يعني بعد 8 سنوات الآن نحن أمام أن المعارضة لا تفعل شيئا،
وأن هناك ناس أناس مضرون بشكل واضح، وأنها لا تستطيع تقديم لهم أي شيء. وبالتالي هنا أعتقد إذا ما لم تستطع المعارضة بأي تنظيم أو أي شكل تقديم شيء سياسي، فإنه على السياسيين المعتقلين وغيرهم البحث عن حلول خاصة بهم، حتى لو كانت حلول فردية لتسوية أوضاعهم. نعم، كل الشكر على وجودك معنا أستاذ خيري عمر، الباحث في دراسات الشرق الأوسط، ضمن حديث عنوان هذه الحلقة من برنامج المشهد مشاهدينا، والذي تناولنا فيه ذكرى 25 من يناير الثورة المصرية. كل الشكر لك أستاذ خيري عمر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة.